السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا متابعينا الأعزاء. اليوم راح نتكلم لكم كيف قدرنا ننقبل في مرش باي أمازون 10,000 تير مع ميزة الإعلان. طبعا تابعوا الشرح حتى النهاية، ركزوا بالفيديو مليح ويلا نبدأ. طبعا يا جماعة قبل ما نبدأ، يعني هاي مهمة شوية اللي بدنا نتكلمه. طبعا هاي الصفحة راح نتكلم لكم عن هاي الصفحة يا جماعة. هاي صفحة الانستغرام اللي شايفينها قدامكم على الشاشة، بتبيع حسابات مرش باي امازون جاهزة، يعني اللي بدك اياه 10 تير، 25 تير، 1000 تير، 10,000 تير، يعني اللي بناسبك واللي بريحك. طبعا الصفحة هاي مضمونة جدا على ضمانتي انا، وطبعا فيها ميزة انهم هم تقدر يفتحوا لك بناء على طلبك، بيفتحوا لك حسابك على مرش باي امازون بمعلوماتك انت وقبولك مضمون 100%. طبعا يا جماعه بخصوص امازون، مرش باي امازون في عندهم يعني تصنيف لكل ديزاينر منها اللي هو اسمه التيرز. شو يعني التير؟ لما يجي واحد يقول لك 1000 تير ولا 10 تير ولا 10,000 تير، التير هو بكل بساطه عدد المنتجات اللي انت بتقدر ترفعها، وبكل تير في بعض المميزات. مثلا ال 10,000 تير في ميزه انه امازون بيعلنوا لك منتجاتك. طبعا يا جماعه كل ما زاد التير معك كل ما انت رفعت المنتجات، ولما ترفع المنتجات انت هيك بتزيد ارباحك. فيعني كل ما زاد التير عندك زادت ارباحك بكل بساطه. طبعا يا جماعه بخصوص فتح الحسابات، الناس اللي بتفتح حساباتها بألمانيا أو بالولايات المتحدة الأمريكية نسبة القبول عندهم كويسة، لكن لما تيجي عنا بلداننا العربية، الأردن، مصر، الجزائر، المغرب، قبول الحسابات يعني النسبة تكاد تكون شبه معدومة. أنت هنا مشكلتك هي بسيطة، مشكلتك هي في البداية في القبول، لكن أنت مجرد ما انقبلت وبدأت العمل ما في أي مشكلة بتواجهك. مثلا أنا فتحت حسابي من الأردن، شوفوا هاي أرباحي خلال يوم واحد، شوفوا قديش، وأرباحي خلال أقل من شهر. طبعاً إحنا ما إلنا زمان فاتحين الحساب، أرباحنا شوفوا كيف ممتازة وأمورها رائعة، وأنا لا مشغل VPN ولا مشغل أي إشي. طالما أنت انقبلت في مرش باي أمازون وين ما كنت تكون، فأنت أمورك ممتازة وتمام وما بتحتاج أي إشي. طبعا للناس اللي ما انقبلت كملوا معانا، او الناس اللي مش عارفه كيف تنقبل تير 10,000 كملوا معنا بالفيديو، راح نعطيكم شويه نصائح وشويه خيارات انت تختارها عشان تغير حياتك وتغير تفكيرك وتغير نظرتك لبعض الامور. طبعا يا جماعه لما ما تنقبل، طبعا يا جماعه مش نهايه العالم، في قدامك ثلاث خيارات لا رابع لهما. الخيار الاول تروح تصفي راسك، كونك انت زلمة الشغف عندك واصل مليون بس بدك تبلش شغل، مشان ما تضيع وقتك وجهدك تزوم حالك تروح بتشتري حساب جاهز وبتبلش الشغل عليه. الصفحة اللي حطينا لكم اياها مضمونة جدا، لكن انت مثلا ما معك فلوس، او معك فلوس بس مش واثق، ما بدك تشتري حساب، بدك تجرب انت. الحل الثاني انك تضلك تجرب، تغير الايميل، تحط ايميل جديد وتحط رقم جديد. طبعا يا جماعه على سيره الارقام، اغلب الناس اللي بالبلدان العربيه بيستخدموا ارقام اجنبيه عشوائيه لانه الاو تي بي ما بيقبلهم. طبعا انت راح تضلك تجرب، منه في ناس تغير المتصفح، تحاول يعني باكثر من طريقه، في تشغل في بي ان، تغير الاي بي تاع التلفون. لكن انت لما ما تنقبل راح توصل لمرحله يصير يقولوا لك راح نبعث لك رسالة بعد 14 يوم، وراح تيجي ال 14 يوم ويبعثوا لك رسالة انه لسه بدنا تأكيد، وراح تظلك تضيع وقت وتستنى، واخر شيء ما تنقبل. طبعا في عندك الخيار الثالث الا وهو تدشر امازون وتروح تفتح حسابك على ريد بابل، تي بابليك، تي سبرينج، في يعني مواقع كثيرة للبيع، هذا بيع ديزاينات. طبعا يعني بدي اقول لكم شغله بالنسبه لهي المواقع، يعني سؤال واحد بس، يعني هسه انت انسى انك ديزاينر، قبل ما تكون ديزاينر عمرك سمعت بريد بابل، تي سبرينج، تي بابليك؟ انت ما عمرك اشتريت منهم. اما مثلا امازون يعني اكيد 90% منكم اكيد وصى عمره بحياته وصى منه ملابس او اي شيء. فهي الفكره بدي اوصلكم اياها، انه امازون انتشاره اوسع، لما يكون انتشاره اوسع وانت تنقبل فيه انت هنا يعني ممكن تبيع بمستوى اكثر،
ممكن يعني ارباحك هون تكون حقيقيه اكثر، ارباحك بتصل اكثر، بتصل يعني. ها شوفوا ارباحنا واحنا بالاردن زي ما قلناكو، هذا خلال يوم وهذا خلال شهر، اقل من شهر، حتى اقل بكثير من شهر. يعني امازون هي المنصه اللي الوحيده اللي بالنسبه لي تستاهل انك انت تحط جهدك ووقتك فيها، لانه يعني قد ما بتحط وقد ما بتتعب في امازون كله راح يرجع لك اضعاف. طبعا يا جماعه اللي عنده اي سؤال او اي استفسار بخصوص اي شيء بيقدر يبعث لي على الانستا، راح احط كمان صفحتي بالوصف، وكمان الناس اللي بدها تشتري حسابات كمان راح نحط لكم الرابط تاع الصفحة اللي بتبيع هاي الحسابات بالوصف، كمان راح نحط لكم الواتس تبعهم. هيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ونتمنى انكم تحطونا لايك وشير وسبسكرايب لحتى يوصل هذا الفيديو لأكبر عدد من الناس ونحقق الاستفادة القصوى، ويعطيكم ألف عافية.